أهلا بكم مشاهدي قناة النهار، اليوم وحلقة جديدة من برنامجكم ما رأيك بصوتك. كرامة وتكافل، دي أسماء برامج أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي من فترة قليلة، بتهدف إلى منح مساعدات شهرية للمسنين اللي عمرهم بيزيد عن 65 سنة وما لهمش معاشات، وكمان مساعدة ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والأسر الفقيرة التي ليس لها دخل ثابت. الحقيقة ده هيكون مدخل لحلقتنا النهاردة. محافظات مصر مليانة ناس فعلا عايشة على القد وممكن ما تكونش قادرة تكمل، إن إحنا نوفر لهم لقمة العيش ده فرض علينا كلنا، لازم كل واحد فينا يكون عنده الحد الأدنى من تحمل المسؤولية الاجتماعية. الحقيقة الكلام ده إحنا مش بنوجهه لينا كأفراد، إحنا بنوجهه لكل المؤسسات سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني. من حق كل مواطن مصري إن إحنا نضمن له معيشة كريمة أو على الأقل الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية، فما بالك بالعجزة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. في برنامجنا ده مش هنزهق من المطالبة أو الإشارة لكل ما يخص الغلابة اللي هم للأسف كتير جدا في مصر. الحكومة ووزارة التضامن ليهم دور أساسي هنحاول نتكلم عنه خلال حلقتنا، لكن لازم كلنا نكون متأكدين أنه مجهودات الحكومة لوحدها عمرها ما هتكون كفاية عشان نحقق مطالبنا في كل ما يخص العدالة الاجتماعية. لازم كلنا نشتغل علشان نضمن لكل مواطن مصري معيشة كريمة وأدمية. زكاة المال ليها دور، كبار المستثمرين في مصر ليهم دور، الشباب اللي ممكن يساهم حتى ولو بالمجهود مع الجمعيات الخيرية ليهم دور. المهم إننا في الآخر كلنا لازم نولي اهتمامنا بكل مواطن مصري محتاج لقمة عيش حلال، ولازم يكون عندنا بقى إصرار إن احنا نحقق الحد الأدنى من مفهوم العدالة الاجتماعية سواء حكومة أو مواطنين. وصدقوني احنا كمواطنين دورنا في المرحلة دي من عمر مصر أهم بكتير جدا من المسؤولين اللي دلوقتي بيحاولوا يصلحوا في تركة استلموها خربانة وبلد في حالة اقتصادية مش ولا بد، ومخاطر أمنية بتتربص بينا في كل مكان في الداخل وفي الخارج شرقا وغربا. هكرر تاني، لازم كلنا نشتغل ونصر ان احنا نحافظ على كرامة هذا البلد ونحافظ على كرامة الغلابة لان هم دول اهل مصر. نرجع تاني لبرنامج وزارة التضامن ونفكركم بأسئلة حلقة النهاردة. ما رأيك في طرح وزارة التضامن الاجتماعي برنامجي كرامة وتكافل لصرف معاشات لكبار السن والمعاقين والأسر الفقيرة؟ ويا ترى شايفين المبلغ ده اللي خصصته الوزارة اللي هو 350 جنيه كمعاش للأفراد والأسر التي ليس لها دخل ثابت، شايفينه ازاي؟ مناسب ولا مش مناسب؟ هل ترى انه هذه الفئات اللي هم كبار السن، المعاقين، الأسر الفقيرة أساساً تحظى باهتمام كافي من الدولة ولا لا؟ هنعرف كل ده بعد الفاصل. هم نايمين بالليل وننام احنا ثلاثه كفاني وزن، يعني مش لهاش كندوز؟ لا زبره.
عارفها، مش دي اللي بتطلع في عالم الحيوان؟ ما توصيش السواعي في الدنيا هايسة كده كده. لما بنبقى في مشكلة بندور على أصحاب الخبرة اللي عندهم رؤية، اللي فكرهم متجدد ومتطور، اللي عينهم على المستقبل عشان نسألهم. التعليم في مصر محتاج ثورة حقيقية. نحاورهم. الإرهاب يبدأ فكرة. نستفيد منهم. مصر مش مستحملة. نوصل معاهم وبيهم للطريق الصحيح، الطريق للمستقبل. اليوم في برنامج حوار اليوم، لقاءات حصرية مع أهم الشخصيات التي أثرت وأثرت في مصر، فقط وحصريا على النهار اليوم. وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون. لو نامت الدنيا صحت مع السلام. ظل عليكم من جديد هذه المرة شهودا على الأصول، ولكنها ليست سنوات الفرص الضائعة، بل هي سنوات الفرص القادمة. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. إنه الأمل في حياة أفضل، إنه الحلم بمصر الدولة القوية العصرية الحديثة. سنوات الفرص القادمة في الأوقات التالية على النهار اليوم. دولة الفقر والجوع جعلها تتمرد على حياتها. ده انت اللي طلعتي استاذ النمائي على حق ربنا. ماشي. جمالها كان وسيلة للهروب من الواقع. انت ازاي بنت انت ما كنتش عارف انك انت مصيبة كده؟ حلوة دي. ولكن انت اغبى بني ادم شفته في حياتي. دولة دي حقي ومحدش احسن مني ياخدها. دولة لو عرفت انك انت ماسك لها زلة هتجيلك قاضي. احنا عايزينه هو، مش عاوزينك انت. ماذا يخبئه لها الصندوق الاسود؟ يا نهارك اسود. هذا المسلسل برعاية للفاصل. أشرنا إلى برنامج كرامة وتكافل اللي أعلنت عنه وزارة التضامن، وهذا البرنامج بيهدف إلى منح الأسر اللي هي ليس لها معاش ثابت الفقيرة 350 جنيه، اللي هم الأسر اللي كمان المعوقين اللي هم
مش عايزين نقول هم ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة كمان وغير القادرين على العمل والأسر الفقيرة اللي ملهمش دخل ثابت. قيمة المعاش الشهري اللي حددته وزارة التضامن اللي هو 350 جنيه شهريا، ده بيتم الحصول عليه في سن اللي هيبلغ 65 سنة أو الشخص المعاق الغير قادر على العمل. الحقيقة البرامج دي بتستهدف القرى الأكثر فقرا، وحدد بقى البرنامج ده اللي هو كرامة وتكافل من قبل وزارة التضامن حدد المحافظات اللي هيبدأ تغطيتها، وهي السبع محافظات الأكثر فقرا تحديدا. البرنامج هيبدأ بإيه بقى؟ هيبدأ بمراكز العياط وأطفيح والصف بالجيزة، هيبدأ بمركزي نصر النوبة وكومومبو بأسوان، ومركز إسنا بالأقصر، خمس مراكز تانية في محافظة إنا هي الوقف ونقادة وقوس وإنا، وثلاث مراكز في سوهاج هي طهطا، جهينة الغربية، سألتة، وأخيرا محافظة أسيوط، وهيطبق في خمس مراكز البداري وساحل سليم وصدفة وبوتيج والغنايم. دي المحافظات اللي هتبدأ وزارة التضامن بتخصيص المبلغ ده اللي هو 350 جنيه للأسر اللي هي بتحتاج إلى هذا المبلغ، الأشخاص اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين اللي هم من 65 سنة فما فوق. الحقيقة الحكومة قامت بتخصيص حوالي 5 مليار جنيه هيتم توزيعها على 3 مليون أسرة مصرية خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ هذا المشروع. قبل ما بقى نعرف معلومات أكتر عن هذا المشروع وغيره من المشروعات اللي بتشتغل عليها وزارة التضامن، خلونا الأول نسمع رأي الناس في الشارع بتقول إيه. لا طبعا ده شايف إن 350 جنيه يعني لا تمثل شيء للأسرة المصرية في ظل إلغاء الدعم وزيادة الأسعار وعدم تناسب الدخل مع ارتفاع الأسعار، فغير مناسب بالمرة، ولا 3500 ينفع. ده رأيي يعني. رأيي أنا نعمة من عند ربنا اللي يجوا منهم حلو والحمد لله. لا هو 350 صراحة قليلة يعني، لا إيجار ولا مصاريف واللي معاه عيال قليلة قوي. هي طبعا أحسن من ما فيش، بس 350 محدودة قوي. هم كانوا قايلين الحد الأدنى عموما يعني 1200. تمام. لا هو قليل جدا طبعا، ان هم يعني 350 جنيه دول ما يعملوش اي حاجه تماما، لا هو اكل ولا فطار ولا غدا ولا عشاء ولا ينفع اي حاجه. يعني اقل حاجه اصلا 1200 جنيه او يساووهم بالحد الادنى بتاع الاجور. الفلوس قليله جدا، ما بتعملش حاجه اصلا 350 دلوقتي. 350 اصلا يعملوا ايه يعني؟ معظم الناس زي ما شفتم مستقليه المبلغ وبيقولوا ان هو لا يكفي، وقالوا انه يعني كانت الحكومة أشارت إلى أنه هيكون الحد الأدنى حوالي 1000 أو 1500 يعني، مش متأكدين. لكن الناس، في ناس بتقول أنه 350 أحسن من ما فيش، وفي ناس بتقول لا 350 لن تكفي خاصة في أوضاع غلاء المعيشة اللي إحنا بنعيشه. الدكتورة نيفين الأباج مساعد وزيرة التضامن للتقييم والمتابعة في تصريحاتها عن البرنامجين دول اللي هم تكافل وكرامة، قالت إنه الفئات المستهدفة من برنامج تكافل فئات اللي هي بتعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي حتى تستطيع إن هي تنتج أو يستثمر ده في أطفالها من الولادة ولغاية 18 سنة، زي الأسر المقيمة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة، زي المحافظات اللي أنا ذكرت، يعني زي المناطق اللي أنا والمراكز اللي أنا ذكرتها لحضرتكم، بهدف تعزيز التنمية البشرية والوقاية من المشكلات الاجتماعية العديدة اللي موجودة في هذه المناطق. أما البرنامج الثاني اللي هو برنامج كرامة، ده معمول لفئات تعاني من الفقر الشديد أيضا ولا تستطيع أن هي تعمل أو تنتج، ولذلك تحتاج إلى حماية اجتماعية زي كبار السن اللي هم فوق 65 اللي ما عندهمش معاش ثابت، المعاقين الذين لديهم عجز كلي أو إعاقة، بهدف تعزيز الاندماج المجتمعي. يعني ده منهج حمائي يحمي هذه الأسر، يمكن هذه الأسر الفقيرة في الأماكن اللي تم تحديدها في المرحلة الأولى أن هي يكون عندها حماية
ان هي يبقى عندها لقمة حلال تكفيها من الفقر والعوز. عموما هذه الأسر ممكن ان هي تتقدم للوحدة الاجتماعية بالقرية او المكان اللي بيتم تحديده. المواطن هيقدم بطاقة الرقم القومي وهيملأ الاستمارة الخاصة بذلك وبها بيانات عن حالته المعيشية والدخل وكل المؤشرات والبيانات المتعلقة به. ده اللي المفروض انه يعملوه علشان خاطر يحصلوا على هذا المبلغ. المبلغ بقى قليل، المبلغ احسن من ما فيش، الحقيقة التفاصيل دي هنناقشها مع المختصين، وهنناقشها كمان من خلال تعليقات فيسبوك رأيك بصوتك اللي احنا هنقراها لحضراتكم في نهاية الحلقة. عايزين دلوقتي معنا الأستاذ شريف البراموني المحرر بوزارة التضامن الاجتماعي أو المسؤول عن ملف التضامن الاجتماعي بجريدة التحرير. تحياتنا ليك. تحياتي. مساء الخير أستاذ شريف. مساء النور يا فندم. أستاذ شريف، يعني بما أنه حضرتك مسؤول عن هذا الملف تحديدا، ويعني إحنا أكيد أنت مطلع بشكل كامل على المجهودات اللي بتقوم بها كمان وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة بشكل عام، شايف إزاي هذا البرنامج اللي هو تكافل وكرامة؟ هو في البداية بس خلينا نرجع لجذور البرنامج وليه كان البرنامج أو الهدف منه. كان بدأ الحديث عن تقليص الدعم بشكل كامل، واتجه في الوقت ده لاتجاه لمسائل تقسيط الدعم عن الطاقة والتموين وما خلافه والحاجات اللي كانت الدولة بتقديمها بشكل مدعوم وكان بيكلفها مبالغ، لا أذكر أرقام حقيقية دلوقتي، بس ده كان اجتماع تم في بداية التكليف الرئيس من الحكومة بتخفيض الدعم. وابتدت اللجنة الاقتصادية بوجود وزيرة التضامن وقتها ان هم يطرحوا بدايل ازاي يقللوا او يوصلوا للفئات الاكثر فقرا اللي احنا بنسميها الفقر المضغع. فازاي يقدموا لهم المساعدات المادية او بشكل عيني او مادي زي ما الحكومة قررت. فكان القرار او حسب التجربة اللي هي موجودة في امريكا اللاتينية وفي بعض الدول التانية، على فكرة يعني حتى التجارب دي الحكومة بتقدم قصادها حاجات برضو مدعومة، مش معنى انه هي بتوصل الدعم المادي ان هي بتشيل ايديها عن مسائل دعم تانية، ولكن هم اختزلوا البرنامج او جات الفكرة في اختزاله انه خلاص احنا هنلغي الدعم وما عندناش القدرة انه الحكومة تتحمل اكتر من كده الناس، فعلينا ان احنا نوصل لهم المبالغ المادية دي وهم هيتصرفوا بالضبط حسب احتياجات واولويات كل اسرة. كريم. مش حسب احتياجات، لا هو ده اللي عندنا، ما هو ده اللي عندنا، هم يتصرفوا فيه يعني قصدي هم ده يتصرفوا. فالبرنامج بدأ بفكرة أساسية، احنا ما عندناش قاعدة بيانات في مصر للأسف، يعني لو ناقشت اي حد ايه قاعدة البيانات في مصر الموجودة عن الفقر هتلاقيها بتختلف من محافظة لمكان لمكان، ومحدش قادر يوصل فعلا للفئات اللي هي اكثر فقرا بسبب غياب اي بيانات عنهم، وده هيرجع طبعا لغياب الدوله في مسائل الحصر او متابعه الاجهزه التنفيذيه دي، مين الاسر مين الناس الـ 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 حتى في مسائل الكروت الذكيه. يبقى احنا عندنا هنا عائق شديد الاهميه بيحول دون بيواجه الجهاز الاداري انه ما عندناش قاعده بيانات للجهات الاكثر فقرا. ده صحيح، ولذلك البرنامج بدأ باستمارة الحصر، وهيدربوا كمان عليها أخصائيين اجتماعيين ازاي يعملوا حصر عن هل ده يستحق الدعم ل 350 او 425 او 500 لثلاث افراد، لانه البرنامج بيتراوح من 350 ل 425 لغاية 550 لأسرة مكونة من ثلاث أفراد. اختار البرنامج هيبدأ بشكل عام، هو بيستهدف 19 مركز. طب يعني 350 يعني حضرتك دلوقتي بتقول معلومات مهمة جدا، ال 350 ما هياش الآخر، يعني ممكن تبقى 400 وممكن توصل ل 500؟ لحسب عدد الأسر. يعني بالنسبة لدخل الأسرة هيصير في 425 لو أسرة فيها فردين. تمام. لو فيها ثلاث أفراد هيبقى 550 جنيه.
بإضافة للدعم لو في طلبة هيوصل هيبدأ لو طالب من 80 لغاية 140 بالنسبة للطالب السنوي لحد أقصى. تمام. طيب ده يعني دي معلومات مهمة، انه الناس الحقيقة في يعني في الشارع كانت بتقول المبلغ قليل جدا ولن يكفي يعني الاحتياجات اللي هي اليومية من مأكل ومشرب وملبس ويعني الكلام ده. فدلوقتي لا، حضرتك افدتنا بانه هذا المبلغ لا مش ثابت، في 425 للأسرة المكون من 3 افراد، في 550 للأكثر من 3 افراد، وفي من 80 ل 100 دعم للطلبة اللي هو طالب الثانوي. تمام تمام. لا، من 80 ل 140 بالنسبة لو في الأسرة فيها طالب ثانوي. تمام. طب ايه ملاحظاتك على هذا النوع من البرامج؟ ايه الملاحظات اللي رصدتها كمهتم يعني ومسؤول عن هذا الملف في جريدة التحرير، ملف التضامن الاجتماعي، عن هذه النوعية من البرامج، غير انه ما فيش عندنا قاعدة بيانات وده عائق هام جدا بالنسبة لنا طبعا، وده هيواجه اي جهه تنفيذ. يعني المبلغ الاول اللي اتوسع عليه اللي هو 200 مليار من اجمالي الخمسه، من اجمالي ال 5.6 مليار جنيه الماليه بالفعل رصدته، وهيبدا بخمس محافظات. هتبدا مساله قاعده البيانات دي حاجه في غايه الصعوبه. هتتم ازاي؟ ده انت محتاج جهاز اداري مدرب، محتاج اطباء يقدروا يتعاملوا او عندهم القدره ان هو ينزل يعمل بحث بالفعل، يشوف الأسرة يتعايش معاها، يفهم الظروف، هل هي وسائل دخل ولا لأ. لأنه أحيانا الـ يعني ده حصل مثلا في معاش الضمان، أنه في أسر خدت معاش ضمان وهي غير مستحقة بالظبط، وبالتالي لن تتحقق العدالة الاجتماعية والتكافل المنشود اللي احنا بننشده. ده صحيح. طيب. بس هي المبالغ في ظل ارتفاع الأسعار يعني وخاصة ان الحكومة مقررة بالفعل الغاء الدعم بشكل كامل، المبالغ دي يعني مش هتنفع، يعني مش هتكفي حتى بالظبط ولو فرض. ده صحيح بالزبط. ودي مشكلة الحكومة كانت بتعرض ان هي ازاي تمول البرنامج ده من خلال انه لو حصل يعني خلال الايام اللي جاية عجلة الاقتصاد بشكل ما اتحركت، هيبقى في زيادة لمبالغ الدعم اللي تقدم للناس دي. وده مقترح مش اكيد ولا يعني الاقتراح ده لسه ما زال قيد البحث اللي هو المأمول انه احنا مش هنسيب الموضوع كده، لا احنا هنحاول برضو نوصل، هيبقى قاعدة البيانات عندنا تماسكت او اكتملت، هنقدر نحصر عدد من المستحقين فعلا للدعم ده، هيبقى في طبعا زياده وفقا لتغيرات الاسعار اللي بتتم. طيب يعني انا بس يعني عايزه حضرتك تلخص لي الموقف. يعني استاذ شريف دلوقتي انا عايزه اعرف وزاره التضامن شغاله ازاي، البرنامج ده ضمن مجموعه برامج، يعني ما هوش كل حاجه بتعملها وزاره التضامن، بما انه ما فيش قاعده بيانات وما فيش جهاز اداري مدرب، دلوقتي احنا ممكن يعني ايه الحلول اللي ممكن تبقى موجودة دلوقتي على الأرض علشان نفيد الأسر اللي هي بتعاني من الفقر المدقع ونكفل احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟ هو التجربة المأمولة أو الوزارة بتفكر فيها بشكل أكيد إنها تستعين بقاعدة البيانات. طيب. اللي بالفعل الجمعيات الأهلية كانت كونتها. احنا عندنا ما يقرب من 46 ألف جمعية، ما يقرب أو 45 ألف تقريبا. الجمعيات الأهلية في كل جمعية أهلية بتتعاون مع مجموعة من المحتاجين أو اللي بتقدم لهم مساعدات بشكل شهري. طيب أستاذ شريف حضرتك هتكمل معانا، بس عايزين نسمع شكوى من جمالات. حضرتك خليك معانا على الهواء من القليوبية. مساء الخير جمالات. مساء النور. اتفضلي. يعني انا في دار المسنين والايجار 400 جنيه او 500 جنيه وانا باخد 300 جنيه بس، يقضوا ازاي وينفعوا ازاي؟ طيب يعني اروح على الدكاكين واشحة الباقي؟ انت في دار مسنين، انت ما عندكيش معاش؟ ها لا، هو بتاع الضمان الاجتماعي بس 300 جنيه بس، وانا قاعده ب 500 جنيه. انت بتاخدي من الضمان الاجتماعي 300 جنيه بتاخديهم فعلا؟ مظبوط. 300 جنيه بس. طيب وانت متواجده في دار مسنين؟ موجوده في دار مسنين. طيب الدار دي ايجارها 500 جنيه.
فانت عندك عجز كده 200 جنيه مظبوط؟ اه اروح اشحتها من على الدكاكين. طيب استاذ شريف لسه معانا؟ ايه سمعت الشكوى حضرتك؟ طبعا. طيب قول لنا بقى يعني ايه الحل؟ واكيد هتبقى في شكاوى كتير جدا في هذا الاطار. وفي اكتر من كده كمان. اه يعني الشكوى مش بس العجائز او في الاكثر احتياج والاكثر عوزا، بس هو طبعا الحل محتاج ان الدوله تضخ اكتر من كده، تساهم باجراءات فعاله للدعم يوصل للمستحقين بشكل حقيقي. فده محتاج بقى ان الدوله كلها السياسه العامه للدوله تتجه لده. يعني ظل طبعا احنا بنتكلم عن وزاره محدوده بتساعد ما يقرب من 1.5 مليون ليهم معاش ضمان واكثر من 9 مليون صاحب معاش مطلوب منهم ان هم يتوصل لهم معاشاتهم كل شهر في وقت انه الدوله ما عندهاش القدره على السيطره على الاسعار. تمام. طيب ماذا عن يعني التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني مثلا، هل ممكن ان هي تقدم مساعدات ده بالإضافة لوزارة التضامن بحيث انه نعلي هذه المبالغ حتى تستطيع ان هي تفي باحتياجات الأسر الفقيرة او كبار السن اللي مش قادرين ان هم يتحملوا الغلاء اللي حاصل دلوقتي؟ هو ده يفترض ان الوزاره قالت انا هستعين بقاعده البيانات بتاعتهم. بس كده كده الجمعيات دي بتبقى ليها مساعدات بس محدوده جدا على فكره، يعني مساعدات بتبدا من 50 ل 100 جنيه ل 200 جنيه، مصاريف مدرسيه بيدفعوها لبعض الاطفال او في مريض معين بيصرفوا له علاج، بس ده مش معناه حل نهائي او حل جذري. طيب من خلال رؤيتك انت شايف الحل حاليا دلوقتي كواقع قدامنا دلوقتي ايه؟ هو واقع صعب طبعا، يعني والواقع شديد الصعوبه بالنسبه لمسائل الفقر، وخاصه ان الدوله مصره على رفع الدعم بشكل كامل، وده هيبان في يعني على شهر مايو. فمع طبعا معدل ارتفاع الاسعار وضعف الدوله ان هي تقدر توصل على الاقل خالص في بنى كيانات تقدر تستوعب فكره الفقراء او اصحاب الفقر المدفع اللي هم بيقدروا احصائيات 40%، خاصه انه احنا عندنا قرى ونجوع ومراكز يمكن ما نعرفش عنها حاجه، كل اتصالنا بيها باسمها. طيب هي من المفروض ان الحكومه مخصصه يعني حوالي 5 مليار جنيه هيتم توزيعها على 3 مليون اسره مصريه. هذا المبلغ ده المستهدف. ده المستهدف، ال 3 مليار ده الاجمالي، ان هي هنتوسع في قاعده المستفيدين ل 3 مليار، هنبدا الاول ب 500,000 كمرحله اولى وهنوصل لل 3 مليون. تمام. ان احنا ما عندناش قاعده حتى بيانات لل 3 مليون. تمام. اذا انا بشكرك جدا الاستاذ شريف البرموني المحرر بجريده التحرير والمسؤول عن ملف وزاره التضامن الاجتماعي، حدثنا عن اهميه وجود قاعده بيانات حتى نستطيع ان تصل وزاره التضامن الى الاسر الاكثر فقرا، وحتى يتحقق مبدا التكافل والعداله الاجتماعي. الحقيقه في شكاوى كتير جدا هنستقبلها، ولكن بعد الفاصل. إذن النتائج المتوقعة للبرنامجين دول اللي هم تكافل وكرامة من منظور شامل هي القضاء على الفقر المدقع، كفالة احتياجات كبار السن والمعاقين، وكمان زيادة الاستثمار في أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق الكفاءة في الخدمات والعدالة في التوزيع وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصري. تم تقسيم النتائج دي حسب تصريحات المسؤولين عن البرنامجين دول. هنقول انه في نتائج قصيره المدى، منها انه في 500,000 هيستفيدوا من تقديم الدعم النقدي المشروط بما يحسن احوالهم الاقتصاديه والاجتماعيه ويزيد في قدرتهم على تلبيه الاحتياجات الاساسيه لاطفالهم
والاستثمار فيها على المدى البعيد، إضافة طبعا إلى الرعاية الصحية للأمهات الحوامل حديثي الولادة، لضمان أن هم يعني يتم حمايتهن الصحية والحفاظ على صحة أطفالهن. في نتائج تانية متوسطة المدى، منها زيادة عدد الأسر اللي بتحصل على الدعم النقدي ده من 500,000 إلى 1.5 مليون أسرة، ده بالإضافة إلى تمكين الأسر دي الفقيرة من التخلي عن عمالة الأطفال اللي بيضطروا يلجأوا إليها نتيجة العوز المادي، وزيادة نسبة التحكم بالتعليم ومعالجة سوء التغذية للأطفال من خلال زيادة نفقات الأسرة على المواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية الوقائية، وزيادة الطلب كمان على الخدمات التعليمية والصحية، بما يعكس تحسين الخدمة، بما يعكس رفع مستوى الرعاية للأسر وخفض وفيات الأمهات ووفيات الأطفال نتيجة سوء الرعاية الصحية. الأهداف بقى طويلة الأجل، تحسين قدرات أجيال المستقبل اللي هي على المدى البعيد بقى، من خلال ضمان بقاء الأطفال في المدرسة، ما يخرجوش من المدرسة ويضطروا ان هم يشتغلوا علشان لقمة العيش، لتحقيق التعليم الثانوي على الأقل والحصول على الرعاية الصحية في السنوات الأولى من حياتهم، وزيادة البيانات والمعلومات المتاحة في التنمية الاجتماعية في مصر. ده حسب تصريحات المسؤولين عن البرنامجين دول اللي هم بتقدمهم وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الشديدة الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من 65 سنة فما فوق. معانا نشوف، خلينا نسمع جدية هذا الكلام من خلال الأستاذ مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات. تحياتنا ليك أستاذ مجدي. تحياتي يا فندم، مساء الخير. مساء النور. حضرتك كباحث وقد بحثت في هذا الأمر، وأكيد عندك رؤيتك الخاصة فيما يتعلق بأنه هذا الأمر شديد الأهمية ويستحق جهود كثيرة جدا ويستحق تنسيق كبير جدا، وشايفه إزاي في الأول، وشايف وزارة التضامن بتعمل عليه إزاي؟ تمام. هو بداية فكرة المشروع في حد ذاته هي فكرة جيدة، لابد أن نعترف بده، لأنها خطوة أولى بناخدها في مصر حوالين إزاي نرفع من مستوى المعيشة لعدد من المواطنين، وإحنا عندنا مساحة فقر كبيرة الحقيقة، وفكرة تحقيق العدالة الاجتماعية. ده بالشكل العام هي فكرة جيدة، لكن جوه تفاصيل الفكرة نفسها إحنا بنتكلم زي ما حضرتك بدأتي، 350 جنيه للفرد اللي فوق 65 سنة اللي ما بيحصلوش، الشرط اللي ما بيحصلوش على معاش تأميني، أي إن هم ما كانوش عندهم وظيفة كانوا مؤمل عليها فيها وبياخدوا في كبر السن معاش اللي هو المعاش العادي يعني، تمام، أو ما بيحصلوش على معاش تضامن الضمان الاجتماعي اللي أقل من هذا المبلغ. وهنا تكمن الأزمة في صغر المبلغ اللي هو مرتبطة بأنه لما بنتكلم على كبار السن بنتكلم على احتياجات في الحقيقة أعلى من احتياجات الشباب، لأنه إحنا بنضيف على ده بشكل بسيط خالص نفقات العلاج، لأنه كل ما بيكبر في السن في بعض الأمراض بتظهر، عدم طبعا القدرة على 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 الحركة اللي هي العادي، وأنا شاب صغير أقدر أركب المواصلات طبعا، يعني في التزامات مختلفة، نوعية الأكل كمان بتختلف، يعني لما بكبر سنة مضطر أن أنا أبعد عن الدهون وعن تفاصيل كتير، فبالتالي نفقاتي بتبقى أعلى، فمن هنا المبلغ أقل. والمبلغ اتحدد كمان على فكرة الشرط الثاني أو الجزء الثاني اللي هو كرامة الخاص بالأسر الفقيرة ومساعدة أطفال المدارس، زي ما حضرتك ذكرتي بالضبط هو الهدف منه. وإحنا عندنا لما حضرتك تراجع مثلا أكثر من 98% من أسباب التهرب من التعليم هو الفقر، إنه الأب لا قدر الله توفى والأم صحيح هي اللي بتعول، إنه بنضطر نشغل أطفالنا وهكذا. ما هو ده هيحل لنا مشاكل كتير يا فندم، ده هيحل لنا بقى أطفال الشوارع اللي إحنا قاعدين بالنادي فيها سنين، هيحل لنا عمالة الأطفال، هيحل لنا مشاكل تانية يعني استوطنت سنين طويلة عندنا. تمام يا فندم، هي الفكرة إنه كخطوة أولى هي خطوة جيدة، لكنه الاستمرار فيها مسألة صعبة. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا في المرحلة دي، هي المرحلة هتاخد 3 سنين اللي هي على مدار 3 سنوات، هيحصل 3 مليون أسرة على 6.5 مليار جنيه. تمام. هنبدأ ب 500,000 أسرة خلال 6 شهور الأولى، ثم
الست شهور اللي بعديها 500 ألف أسرة تانيين وهكذا على مدار الثلاث سنوات. هي الفكرة هنا في الحقيقة في كيفية الديمومة أو الاستمرار وتوسيع القاعدة للناس. وهنا لازم نفكر في طرق للتمويل. صحيح احنا ممكن يبقى في مساعدات مالية، لكنه في الأصل دايما المساعدات زي ما بنستخدم بتبقى غير منتظمة. احنا محتاجين تمويل منتظم. بالضبط، بتبقى غير منتظمة، وكلمة مساعدات هي مساعدات حاجة بتسند الموضوع لكن مش 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 جوهر أساسي ولا جذر على نبني عليه إن الطريقة دي اللي هتحقق لنا على المدى الطويل نجاحات. هنا ينقلنا الفكرة أهم، هي فكرة أموال المعاشات. أموال المعاشات اللي بتترد الآن من الدولة. إحنا كان عندنا أزمة خلال النظام السابق مع أموال المعاشات. كان الدولة اقترضت جزء من أموال المعاشات وبدون استرداد، ودلوقتي في مرحلة استرداد أموال المعاشات. تمام. وفقا للقوانين ووفقا للعالم، أموال المعاشات هي مال خاص بأصحابها. ببساطة عشان نبسط للناس، لما حضرتك بتدفعي التأمين وأنا بدفع التأمين، عاملة زي الجمعية كده، كل واحد فينا بيدفع، ولما واحد فينا بيكبر أو لا قدر الله بيطلع بإصابة مرض بيبدأ ياخد الجمعية بتاعته دي قبضها كل شهر، اللي هو الفلوس الاشتراكات اللي دفعها. فإحنا عندنا دلوقتي الأموال المستحقة على بنك الاستثمار في وزارة المالية وصلت ل 162 مليار جنيه، بزيادة عن العام اللي فات بحوالي 20 مليار جنيه. الفكرة هنا في إزاي نقدر نستثمر أموال المعاشات عشان تدر عائد. عائد من جانبين في الحقيقة، عائد لما هنستغل أموال المعاشات مرات في مصانع وشركات، فده في مساحة من التوظيف، في حركة اقتصادية هتحصل للسوق المصري، وكمان الأرباح هتعود لأصحاب المعاشات. فبالتالي هنقدر نحل الأزمة اللي كانت في البداية مع حضرتك لما كان التقرير بيتكلم عن الناس في الشارع بيقول إن المبلغ غير كافي. فبالتالي هقدر أرفع سقف وأحط حد أدنى للمعاشات. تمام. زي ما ابتدى نحط حد أدنى للأجور، لأنه حضرتك وده شيء مش غريب وكل الناس لازم تبقى فاهماه، انه لما برفع الاجور او لما بتحسن مستوى المعيشه بيستويها على الناحيه الثانيه ارتفاع في الاسعار، بمعنى انه على المدى القدره الشرائيه بتعلى، فبالتالي لان السوق عرض وطلب، فلما القدره الشرائيه للمواطنين بتعلى فالاسعار بترتفع. فلو اصحاب المعاشات، احنا عندنا اصحاب معاشات غير ال 3 مليون اللي احنا بنتكلم عنهم الان، احنا عندنا 2.5 مليون صاحب معاش و9 مليون مستفيد. تمام؟ هذا الرقم، وعندنا 17 مليون شخص مؤمن عليهم على هيخرجوا على مراحل للمعاشات، فاحنا بنتكلم على جزء كبير جدا من الشعب المصري. طبعا. يهمنا كلنا. فالفكره هنا انه استثمار اموال المعاشات هو انتعاش للسوق المصري، لانه بالمعنى الاقتصادي انه اي دوله بتحاول تبني اقتصاديا بتبنيه من الداخل. عشان اقدر اجذب استثمارات اجنبيه لازم اقول للعالم انه انا دولة قادرة استثمر اموالي، قادرة يبقى عندي مشروعات ناجحة. فبالتالي لما املي شروطي على المستثمر اللي جاي يستثمر عندي، هملي وفقا لقدراتي الاقتصادية، ان انا عندي سوق محلي جيد هيقدر يستثمر فيه، مش ان انا ما عنديش. وبالتالي ده لما استثمر اموال المعاشات، العائد الارباح اللي هتعود عليها هقدر احدد حد ادنى للمعاش لاصحاب المعاشات، هقدر ارفع من بشكل سنوي نسبه المعاش اللي هيحصل عليها المواطنين، فبالتالي مش هنعرض كبار السن او الناس اللي زي يعني حضرتك شايف الحل كباحث هو الاستثمارات. استثمار اموال المعاشات. تمام، استثمار اموال المعاشات شايف ان هو ده حل سريع ممكن ان هو يساعد في انه سقف المبلغ اللي محدداه وزارة التضامن من خلال البرنامجين اللي هم تكافل وكرامة ممكن يعلى بشكل يعني يصبح معقول. بالضبط، وتكافل وكرامة وباقي المعاشات كمان، وباقي المعاشات. تمام، بنتكلم على كل اصحاب المعاشات، لان احنا عندنا ازمة انه اصحاب المعاشات بيشتكوا بشكل دوري من انخفاض المعاش بما يتوازن مع نفقات. تمام. فبالتالي انه الحل هنا لو رفعت حتى القيمه التامينيه او الاشتراك التاميني اللي بيدفعه المواطن، ده هيحل حل جزئي. احنا بنتكلم على حل زي ما حضرتك كنت بتتكلمي على الامد الطويل. تمام. على الامد الطويل احنا لازم نستثمر الاموال ويكون ليها عائد، العائد ده هيفيد اصحابها اللي هم اصحاب المعاشات.
تمام. انا بشكرك جدا استاذ مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وخلينا نتوجه للدكتور محمد يونس رئيس قسم الاقتصاد بجامعه الازهر علشان نسمع رايه في هذا الموضوع. مساء الخير، تحياتنا لحضرتك. دكتور محمد يونس. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. حضرتك شايف اولا انه مساعده الفقراء او الاسر التي ليس لها عائد او دخل ولا تعمل وليس لها معاش او ذوي الاحتياجات الخاصه او كبار السن، ممكن يعني هل هو يقتصر على الحكومه فقط ولا من المفروض ان يبقى في مجهودات تانية كتير؟ والله الحقيقه الحكومه لن تزال جهدا في دعم الفقراء ومحدودي الدخل من خلال توجيه دعم عيني او دعم نقدي، ولكن هذا الدعم العيني والنقدي اسهل كاهل واثقل كاهل الموازنه العامه للدوله. فهناك بجوار الاستثمار للمعاشات هناك ايضا اللي ذكرها الدكتور مجدي عبد الفتاح قال نشغل اموال المعاشات، ايضا الزكاه ومؤسسات الزكاه. تمام. الزكاه فرض من اركان وركن اساسي من اركان الاسلام مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه. وبذلك نجد ان هذا الفريضه وهذا الركن تفرد بها النظام الاقتصادي الاسلامي عن ما عداه من الانظمه الاقتصاديه الاخرى كنظام الاقتصاد الراسمالي أو نظام الاقتصادي الاشتراكي. لأن الزكاة وهي الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بتؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء بنسب معلومة بالنسبة للزروع وبالنسبة للتجارة وبالنسبة للذهب وبالنسبة للأموال. هذه الأموال إذا كننت وكانت بشكل رسمي من خلال مؤسسات للزكاة ممكن أن تجمع وتستثمر بطريقة أو بأخرى في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تتناسب مع قدرات ومؤهلات هؤلاء الفقراء، وبالتالي أصبح هذا الفرد بدل ما أنه يتلقى الأموال وهي أموال الزكاة مش مجرد أنه هو يأكل ويشرب ويلبس وفقط، ولكن هذه المؤسسات اللي هي المؤسسات الرسمية كمؤسسات الزكاة ممكن تجمع أموال الزكاة وتقيم مشروعات صناعية متوسطة صغيرة أو متناهية الصغر، وتحول هذا الفرد من فرد متلقي للزكاة إلى فرد عامل في المجتمع، إلى فرد منتج في المجتمع. ده بالنسبة للي يستطيعوا ان هم يعملوا يا فندم، في ناس اللي هي لا تستطيع ان هي تعمل او في ذوي الاحتياجات الخاصة وفي كبار السن. على الاقل اخفف الكاهل عن الموازنة العامة طبعا، واخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة بجوار الاستثمار بتاعة المعاشات على اساس يكون له مردود ايجابي في الاجل الطويل والاجل القصير. انا بهذا الامر بدأ يعني بيحضرني في هذه اللحظة المثل الصيني، بدل ما تدي للمحتاج سمكه لا هات له صناره وقول له روح اصطاد وهات السمك. تمام. فبالتالي يتحول الفرد من عنصر متلقي للزكاه الى عنصر فاعل وعنصر منتج في المجتمع. طيب شكرا لك يا دكتور محمد يونس رئيس قسم الاقتصاد بجامعه الازهر، والحقيقه يعني محتاجه اخد بعض الكومنتات السريعه اللي وصلت على فيسبوك. رايك بصوتك في هذا الموضوع. الاسم مش واضح، اكيد طبعا يستحقوا مين؟ هيدو ريد لاين بيقول اكيد طبعا او بتقول اكيد يستحقوا الاهتمام، بس يا ريت يكون المبلغ اكتر من 350 جنيه علشان غلاء المعيشه، واتمنى يكون في مراجعه جيده للاسر وللناس المحتاجه. ابراهيم المكين بيقول هو اهتمام جدي من الحكومه، ومبلغ برضو مطلوب انه يكون قابل للزياده حتى يكفي حاجاتهم الخاصه. حبيب قلبي بيقول هو حلو بس المبلغ قليل، هيكفي ايه، اكل ولا كهرباء ولا دوم ولا ايه؟ ارجو زياده المبلغ لهذه الاسر الفقيره. هاني الهشيمي بيقول برنامج جميل اللي هو تكافل وكرامه اللي هو من قبل وزاره التضامن اتكلمنا عنه، بس يا ريت يتطبق صح وبدون مجاملات علشان في اسر معدومه وبدون دخل والدعم مش بيوصل لهم، المبلغ 300 قليل لكن بدايه جميله في ظل الظروف الحالية، ومع مرور الوقت هيتم رفع المعاشات وأحسن من ما فيش، ولا يوجد اهتمام بجميع الفئات من الدولة. هو شايف أنه محتاج اهتمام بكل الفئات، واللي صوته بيوصل هو بس اللي بياخد حقه
وبنتمنى لهم النجاح. أمين جودة بيقول المبلغ مش قليل لو استكن على حساب الدولة، كده أقل شيء الدولة تقدمه للناس الفقيرة. عندنا كمان محمود البرازيلي بيقول دي أقل حاجة تتقدم للناس دي، وبعدين مبلغ ملوش لازمة، هو شايف ان هو قليل لدرجة انه ملوش لازمة. شاب المصري الاصلي بيقول الاهتمام معدوم في بعض المناطق بخصوص المعاشات التي لم تعد تكفي اي احتياجات من هذه الاسر. الشموع السوداء، كبار السن والمعاقين والاسر الفقيرة اساسا هم بياخدوا معاش، بس المفروض يكون في عدالة اجتماعية، بمعنى اني ما اعملش الارملة، لا اعامل الارملة اللي عندها اطفال زي المعاق زي الراجل الكبير في السن، يعني الارملة اللي عندها طفلين اقل مبلغ 500 جنيه والمعاق يكون 400 مثلا وهكذا. بشوي كارم بيقول اكيد هو اهتمام جدي من الحكومة وهم بيستحقوا الاهتمام ده من زمان، بس يبقى على طول علشان يحسوا ان في حد عايز يساعدهم ويقف جنبهم. مين نبيلة حشيش بتقول اكيد هو اهتمام جدي برضو من الحكومة، هم بيستحقوا الاهتمام ده من زمان، طبعا لازم يهتموا بيهم ويراعوا غلاء المعيشة. دي بعض التعليقات اللي وصلتنا، والكل شايف ان المبلغ محتاج انه يزيد. الحقيقة الأستاذ شريف البراموني قال أنه المبلغ الأسر اللي هي 3 أفراد بيبقى 450، وفي 550 للأكتر من كده، وفي للطلبة من 80 ل 100 جنيه خصوصا لطالب الثانوي. برضو الحقيقة مجموعة الآراء اللي جت لنا النهاردة كانت تفعيل استثمارات المعاشات، ده كان رؤية وفكر مهم جدا لحل لأن المبلغ ده يعلى سقفه، وأيضا كمان تفعيل أو مفهوم الزكاة إزاي بيؤدي إلى التكافل، وإزاي ممكن أنه فلوس الزكاة يتعمل بيها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والحقيقة الصين قامت على المشروعات الصغيرة وإحنا مش أقل من أي دولة. المهم أن إحنا نشتغل صح وكل الأمور تكون نتيجة بحوث ودراسات، مهم جدا أن إحنا نفعل قاعدة البيانات علشان نصل إلى الأسر المستحقة لهذه النوع من البرامج. كده حلقتنا خلصت، وبكرة هنتكلم عن موضوع مختلف، هنتكلم عن مواقع الإنترنت اللي بتقدم هجرة عشوائية وبيكون فيها نصب. هل تثق في إعلانات الهجرة الموجودة على شبكة الإنترنت وهي كثيرة جدا وفي ناس كتير جدا وقعوا في شركها؟ هل تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار عمليات النصب بدعوى الهجرة؟ أيضا كيف ترى دور الدولة بقى في حماية المواطنين من إعلانات النصب بدعوى توفير تأشيرات هجرة على الإنترنت؟ مواقع كتير جدا، ناس كتير جدا وقعوا في هذا الشرك، يقولوا لهم أنتوا خلاص قبلتوا تأشيرة دخول دولة كذا أو بلد كذا، لكن ادفعوا لنا مبلغ كذا بالفيزا أو على هذا الموقع، أو تروحوا تدفعوا هذا المبلغ، وفي الآخر لقوا الموضوع مش موجود أساسا. فإزاي أن احنا نقدر نحمي شبابنا من هذا النوع من النصب عبر مواقع النت؟ تحياتنا، تحيات أسرة رأيك بصوتك. كان معنا النهاردة من فريق الإعداد أحمد عصمت ومن الإخراج عمرو فوزي. تحياتنا، إلى اللقاء غدا بإذن الله.